ومعايا النهارده استاذ هاني شاكر، وان شاء الله بتمنى له كل النجاح والتوفيق النهارده بكرسي نقيب الموسيقيين. ارحب بك في البدايه ومن هنا من جنان مصر. النهارده حضرتك انت مرشح قوي جدا وفي ناس كتير انا مسجله معاهم وانتخبوا حضرتك بالفعل، ويخليك يا رب. حضرتك بتتمنى ايه لو ان شاء الله اصبحت نقيب؟ انا بتمنى عهد جديد للنقابه الحقيقه، وان احنا نحط ايدينا في ايدين المرشح اللي الجمال المميز هتنتخب على كرسي النقيب وعلى اعضاء مجلس النقابه، نبتدي صفحه جديده ونحاول ان احنا فعلا نحس ان احنا كلنا في مجلس واحد، ونحاول ان احنا نعمل اقصى جهدنا عشان نرتقي بالموسيقي وباحواله الماديه والصحيه والفنيه، ويعود الفن المصري مره اخرى الى الرياده. ايه راي حضرتك في المهرجانات؟ لو اصبحت نقيب هتعمل ايه؟ بس لازم الدوله، مش انا بس، الدولة هتشوف لها صورة. وده مش كلامي، ده كلام رئيسنا العظيم عبد الفتاح السيسي، عايز فن يليق باسم مصر، وعايز فن يليق بحضارة مصر، وقالها مليون مرة، وإن شاء الله إن إحنا نسمع كلامه كلنا كفنانين ومؤلفين وملحنين، ونقدم لمصر أحلى ما عندنا إن شاء الله. طب إحنا عايزين نعرف أولاً أجواء المنافسة مع الفنان شاكر والموسيقار منير زين. ده شرف ليا إن أنا أنافس هاني شاكر، أخويا الكبير وصاحبي، وأنا أشد وألد أحلام هاني شاكر وصاحبي. صاحبي واخويا الكبير ومناره فنيه وهرم كبير، ولو كسبني النهارده ده شرف للنقابه وليا. يا رب ربنا يوفق رئيس جمهوريتنا، وربنا يوفق القياده السياسيه في بلدنا، وربنا يصلح حالنا كشعب ويصلحنا من جوه ويصلح ذات البين. يعني انا نفسي كلنا نتراضى تاني، نفسي المجتمع كله يرجع تاني، وكل سنه ومصر كلها بألف خير. يا رب افتتاح قناه السويس، وتبقى في افتتاحات تاني وتالت وتالت ورابع، والراجل ده عايز يشتغل واحنا كلنا عايزين نشتغل معاه، ربنا يصلح حال الجميع يا رب. عايزين بلدنا يا احمد، انا بحب مصر، نفسي مصر تبقى كل يوم في حاجه حلوه ان شاء الله. مش كده، انا شايف ان في نظام، في هدوء، مفيش مشاعرات، مفيش الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها زمان. ده شيء انا نظري جدا ومبسوط ليه جدا، لان ده تحضر وده احترام للفنان. ومعايا النهارده نجمه الاغنيه الشعبيه الجميله مدام فاطمه عيد، ارحب بحضرتك من هنا من جنان مصر. اجيب المايه واجيب. وبقول لحضرتك انتخبتي مين؟ والله نصيب انتخبت. تمام، يعني انتخبتي خلاص. طب ايه رايك في المرشحين السنه دي؟ ما شاء الله عليهم زي الفل. زي الفل والله، ما شاء الله عليهم. صوره عالميه عليه وثبت الله. زي ما بيعمل خير يلاقي الخير يتحط في ميزان حسناته. يا رب، لان هو بيفرح الشعب المصري. طبعا، وطيب خاطر الفقير والغني وكل الفئات. يا رب. طيب ما عملتيش حضرتك اغنيه جديده بمناسبه قناه السويس؟ ان شاء الله ان شاء الله. نقدر نسمع كوبليه منها صغير دلوقتي؟ حته صغيره لجمهور مدام فاطمه عيد اللي بيستناها بقاله كتير. الحمام، حط الحمام فوق السويس، كل شو غنى الحمام لك السويس، غنى وقال تعيش السويس، مبروك عليك يا سويس، يوم الامان فارق، وهذا النهارده يوم السلام حسين، والنصر في الشمس الحب طرحه على السويس، كل شو غنى الحمام لك السويس، غنى وقال تعيش السويس، تعيش السويس، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يا رب يولي الاصلح ان شاء الله، لان انا بحبهم بقى بجد، بحبهم وما اقدرش. مبروك للعرب، مبروك للوطن العربي وللعالم كله اللي بيتاح الضخم ده. واحنا ان شاء الله باذن الله في اوبريت ان شاء الله باذن الله، لسه كنا بنتكلم فيه او امبارح بالليل يعني، وان شاء الله باذن الله نحاول نعمله، واتمنى ان رب يبقى جامد ان شاء الله. طيب حته من الاغنيه اللي نازله سنجل، حتة صغيرة، لا حتة صغيرة مش هتعبك. محمد ميدو حمو حمو، أموت في خفة دمه، بحبه وهو ناسيني وعذابي أنا اسمه همه. ده محمد ميدو حمو حمو حمو، أموت في خفة دمه. أنا اللي أموت فيكي. ميرسي يا جواهر، كل سنة طيبة. شكرا لك. كسبت وما كسبتش، أنا يعني هشتغل خدمة زمايلي واصدقائي في النقابة. تتمني الفوز لمين طب من المرشحين؟ أنا هاني شاكر. أستاذ هاني شاكر، بمناسبة خلاص افتتاح قناة السويس 6/8 إن شاء الله، عملت فينا جديدة أنا ومحمد الحلم. تمام، اسمها بكرة تحلى إن شاء الله يا رب تعجبك. إن شاء الله. جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا، لأن كلنا قلت لك إخوات وأعضاء، وقلت لك ويهمنا مصلحة نقابة المصري في أي مين أي مكان بقى، مين فين هو كتر ألف خير اللي مترشح أساسا، اللي مترشح هيتحمل مسؤولية
اعضاء النقابه كلها، النقابه كلها هتبقى على كتافه، واخد بالك؟ والنقابه اصلا تعبانه، فالله يكفيك ربنا يولي بالاسم. انا بشكر طبعا سيادة الرئيس السيسي على قراره الحاسم الجميل اللي رفع راس مصر ورفع راس المصريين كلهم قدام العالم كله بقرار حفر قناة السويس الجديدة إن شاء الله، وهنفتتحها بإذن الله 6 أغسطس 2015. وكل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك لكل المصريين. بتطلب إيه من النقيب اللي هيفوز؟ بطلب منه إنه يؤدي خدمات النقابة مع شهادة التأمينات، اهتمام بالمصريين، أي يعني ياخد باله يعني إيه، يبعد على ان هو ده موضوع شوهي، اللي هو ما هوش ان هو نقيب وشوهي. يقدم خدمات. هتقولي لاولادك وانا اقول لاولادي ان احنا اتحفر قناه السويس على فوق ودنا. فمبروك لمصر والمصريين. طيب المطرب الجميل احمد زكريا، رحب بيك في البدايه من جورنال مصر. اهلا بيك واهلا بجورنال مصر. اهلا بيك. انتخبت ولا لسه؟ حضر. ربنا يخليك. هاني شاكر. هاني شاكر وشي كده، انا بكل ما اسال حد يقول لي لا لا وش وشي ظهري. اشمعنى هاني شاكر؟ يعني أساس كبير بصراحة، ويعني قيمة فنية يعني أنا شايف إن من وجهة نظري متواضعة، إن أنا يعني عايز أكون يعني صوت الليجا يعني. هو يستحق بصراحة، يعني هو يعني شايف إن هو هيضيف للنقابة كتير جدا وهيضيف. افتتاح قناة السويس الجديدة، رأيك فيها إيه؟ رأيي فيها رأي يعني مش محتاجة رأي، لأن رأي كل المصريين طبعا فرحانين يعني. ربنا دايما بإذن الله يكرمنا بإذن الله، ويا رب تفتح خير على الشعب المصري بإذن الله وعلى العالم العربي بإذن الله. إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. تحيا مصر مليون مرة، اشتغل مرة بس مليون مرة. طول وجوه العين وجوه الروح بتوحشيني لما أروح، ومهما سافر أقول هاجر لحضنك أرجع مش بروح، فيك الأمان والخير كتير، شعبك يا مصر عظيم كبير، المصر دايما فيه الخير في الشدة بيدوس على الجروح. تمام. تحيا مصر. بلد السعيد وبورسعيد، إسماعيلية والقمر، دي بلد سينا الله حمينا، بلد السلام بلد الحياة، بلد السويس واسكندرية، مصرية بلد الطيبين، الأقصر بلدنا، أسوان يا سيدنا، والسيدة وسيدنا الحسين. كل سنة طيبين يا رب، وبإذن الله قناة السويس فرحة مصر كبيرة، وتحيا مصر. تحيا مصر. ميرسي. أنا عارف إن هاني قلبه أبيض، إنه هيخدم الناس، في ناس كتير غلابة في النقابة، وفي مشاكل كتير تراكمات قبل كده يعني، فأنا متأكد إن هاني هيقوم بالليلة وهيمشي بيها لبر الأمان. تحب تقول إيه لشعب مصر والرئيس السيسي؟ أقول للسيسي ربنا يحفظك ويحميك، وتفتح 200 قناة مش قناة واحدة بس، لأن أنا إن شاء الله بورسعيد كمان هيعملوا لها قناة، يفتحوا لها قناة، فربنا يوفقه ويفرح الشعب المصري على طول إن شاء الله. أقول لهم مبروك. مصر قناة السويس في حتة تانية خالص، حتة كبيرة، والأمة العربية كلها هتكتسب من وراء قناة السويس. وبقول لهم مبروك على مصر وعلى الأمة، مبروك علينا يا مصريين، زعيم بجد خلاص جالنا، عارف حيوصل بينا فين. مبروك علينا ومبروك على مصر. شكرا يا فندم. تحيا مصر. هاني عبد العزيز شاكر. هاني شاكر. 129 صوت، وبالتالي نعلن فوز هاني